في تقارير كتيرة سيادة اللواء بتتحدث عن يعني صدمات نفسية بيعاني منها جنود الاحتلال، وإنه محتاجين إلى تأهيل نفسي لفترة طويلة ما بعد هذه الحرب. عايز تعليق حضرتك على خبر يعني بالتزامن مع تغيب 2000 جندي إسرائيلي، كان في خبر آخر عن إقالة قادة بعض السرايا من جيش الاحتلال الإسرائيلي. هل ده معناه إنه في داخل منظومة جيش الاحتلال في مؤشر ما إلى تخبط في التخطيط في القيادة، تفكك ما نقدر نقول ده، ولا من المبكر الحديث عن هذا الشأن؟ ليس مبكرا ولا شيء، لكن ده هي النتائج الفعلية هي اللي بتظهر لنا هي اللي بتؤكد ذلك، ودي بتصريحات من عندهم من الداخل. يعني مش احنا بنقولها، لا، ده بتصريحات فعلية وإجراءات فعلية تمت على الأرض. عملية طوفان الأقصى دي عملت خلخلة قوية جدا وهزة عنيفة جدا في جيش الدفاع الجيش الإسرائيلي، وخاصة في يعني لما احنا شفنا أن حجم بسيط من القوات الغير نظامية كما يطلقون هم يقولوا تنظيم، هذا التنظيم يعني يدخل ويقبض على عدد كبير من القادة والقادة الكبار ويستولي على أسلحة ومعدات وذات أهمية يعني معلوماتية خطيرة جدا، ويخرج بيها هي وما تم اخذه من اسرى والتحفظ عليه بطريقه يعني كريمه محترمه زي ما شفت حتى وهم بيسلمون ليهم قصر والعنف الشديدين اللذين يتبعوهم ضد قوات وضد اهلنا في غزه. فده بالتاكيد يعني هناك تاثير معنوي قوي جدا على غزه، يعني في الثقه في الجندي والثقه في القائد، ودي مهمه جدا. كون يحصل فيها هذا الخلل فهنا بيحصل عدم اتزان للقياده نفسها، وليس في القياده فقط ولكن هنا كمان في الاداء الفعلي على الارض. اكد العديد من اثناء تنفيذ المهام العديد من عدم القدره الفعليه التي هم كانوا بيتداعوا بها دائما ويقولوا ان يعني نظريه الامن الاسرائيلي والجندي الاسرائيلي الذي لا يقهر، فجأة لقوا نفسهم الجندي الإسرائيلي موجود ومحفوظ عليه ومتخذ أسير وهو واللي حواليه، ودخول مناطق مجهزة ومعدة بأحدث الوسائل للكشف المعلومات وللتنصت، ويعني كل ده في النهاية بيتم اختراقه ويتم تحقيق عملية كبيرة زي اللي تمت بطوفان الأقصى. صحيح. يمكن كمان يعني الغريب كمان يا فندم انه في عهد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بالفعل تم تخصيص اكبر ميزانيه في تاريخ اسرائيل للجيش الاسرائيلي. طب خليني اروح مع حضرتك يعني للمخاطر اللي بتهدد الجيش الاسرائيلي اثر هذا التخلف يا فندم. طبعا يعني التاثير، هذا التاثير سيكون له اثر ليس على المدى القريب ولكن سيكون على المدى الطويل. وازاي يعني كيف يعني ان نعد او نلحظ ذلك؟ الاداء الفعلي والعملي على الارض، الدوله مثلا يقول احنا دخلنا هندخل مستشفى كذا عشان ادي تحتيها مراكز قياده واماكن للواء عناصر حماس والكلام ده كله، وبعدين كل ده طبعا وهو يمتلك من الاسلحه ومن المعدات ومن الوسائل ووسائل الرقابه الفرديه والميكانيكيه والتكنولوجيه والذكاء الاصطناعي انه يقدر يوصل لادق التفاصيل وفي النهاية ما يتخش ما تلاقيش أي نتيجة فيها. ده كل ده الحقيقة بيزيد مردود وتأثير نفسي ومعنوي ليس فقط على القوات العسكرية وأدائها ولكن أيضا على المواطن الإسرائيلي. هل شايفين ده يمكن صحيح في التظاهرات اللي بتتم دلوقتي بتؤكد هذا الكلام؟